أمال فين منصور؟ ما جاش يعزي معاكي ليه؟ ها؟ منصور؟ نايم يا كبدي في البيت تعبان بقاله يومين. احنا بس كنا عايزين نقول له حمد لله على السلامة. فيك الخير، بس أول ما يقوم ويسلب طوله ويقف على رجله ويبقى كويس هيجي لحد عندك عشان يقول لك مبروك يا حضرة العم. يلا. جثة لسه ما وصلتش مصر؟ إجراءات طويلة ومعقدة، بس بلغني إن وزارة الخارجية مستجدة. لسه مش فاهمة ليه ده بيحصل. أنت لسه مش شفتيش ميلانو؟ ميلانو؟ يبقى لازم تكملي جولتك في تل شبورة حضرة العمدة. في حتة أرض بين القرية والعزبة. الأرض دي على مدار ال 30 سنة اللي فاتت اتبورت وبقت أرض مباني. بنى عليها كل اللي نجا من رحلات الموت ورجع من إيطاليا. محلات وبيوت. بالرغم من إنها فقيرة وعلى قد حالها بس بقت حلوة. إحنا نجحنا إن إحنا نوقف الهجرة غير الشرعية من على حدود مصر تقريباً، بس لسه بيهربوا. بيطلعوا على ليبيا وفي اللي بيطلع من السودان وبرضه منها على ليبيا. عصابات سماسرة وتجار بشر لسه شغالين وليهم ضحايا كتير من ضعاف النفوس. زي حسين كده. لكن أنا سامعة إن في ناس متورطة من تل شبورة نفسها. لو قدرنا نعرفهم ممكن نوقف النزيف ده. شغالين عليهم وهنجيبهم. ادخل. صباح الخير يا حسام بيه. جلال. صباح الخير يا حضرة العمدة. هي دي بقى ميلانو يا صفية بنت عمي. هو ده الحلم اللي ممكن أي حد من أهل البلد يضحي بأي حاجة عشان يحققه. أي حاجة، أي حاجة. ابنه، أرضه، روحه. المهم يسافر ويرجع يجيب البيت التمليك ويجوز عياله وعيال عياله. يقعد يتفشخر بقى قدام صحابه وقرايبه. مع إن لو حد كلف نفسه وبص في عيون أي حد راجع من الغربة هيعرف كم المهانة وقلة القيمة اللي شافها وهو في غربته. والله يا صفية، والله ما تسوى لحظة ذل واحدة من اللي شافها وهو بره. زي إنه مثلا يعيش مطارد من البوليس، يشتغل بنص أجره. إحنا وصلنا لمرحلة يا صفية إن الشاب من دول بيبقى زي الفل وعنده استعداد يتجوز من واحدة قد أمه ولا جدته عشان بس ياخد الإقامة. بس ده وهم مش حلم أكيد، وكل التقارير العالمية بتأكد ده. طبعاً وهم، ومهما عملنا بقى من حملات توعية وإرشادات مفيش فايدة. هي حقيقة قللت العدد شوية بس لسه بدري قوي. أنا أصلي متابع بالأرقام والتفاصيل كل حاجة، عارف كم واحد سافر، كم واحد غرق، وكم واحد اتنصب عليه، وكم واحد اتعذب في سجون بلاد تانية. كل ده برضه ما بيحرموش. حتى لو مات منهم 90% بيفضلوا يحلموا انهم يبقوا من 10% اللي نجوا. طب والحل؟ نسيبهم يموتوا ولادهم؟ ده لو كل واحد منهم فكر للحظة واحدة وشغل عقله هو واتنين تلاتة معاه ودفعوا اللي بيدفعوا له النصابين دول كان زمانهم عملوا مشروع سطرهم وسطر أهل بيتهم في بلدهم وسط ناسهم من غير أي مغامرة ولا موت. شكلك اتجننتي والله يا صفية. معقولة؟ عايزة تقفي في وش الحلم؟ عايزة تقفي في وش الأفلام الأمريكاني والمسلسلات التركي؟ اقفي والله، لو قدرتي تقفي وتوقفيهم عند حدهم اعمل لك تمثال يا صفية. ايه حالة الفيكسيشن اللي عندهم دي؟ ليه كل واحد منهم شايف ان مش هينجح غير هناك وبس؟ بالحق صحيح، انت كنت رايحة البوليس تعملي ايه؟ عايزة تقولي لهم ان في حد من اهل البلد متورط في موت ابن مجبراتي؟ يا صفية البلد كلها متورطة.
عارفه لو في حد متورط بجد في موته يبقى مين؟ يبقى ابوه اللي قرر يبيع قراطين من الارض بتاعته عشان يصفر ابنه. يا حضره العمده صدقيني المشكله كلها هنا وهنا. منور ابو ناصر. مالك يا جوز اختي؟ شكلك مش طايقني. بس انا قاعد بتغدى عندكم. مثل شويه انك طايقني. سبحان الله. ده اللي بقولك منور. ما اتمنى طالعه من تحت درسك يا حمد يا اخويا. كلمه منور طالعه معتمه. لا حول ولا قوه الا بالله. ضيفي وفي بيتي وفي مطرحي وعلى راسي وان ما شريتكش الارض نشيلك فوق دماغنا. عارف ابو نسب لو رجلك بس اتخط بره عتبه الدار وكنت انت ديب انا صياد. ايه يا حاج؟ ايه يا دياب؟ ما تصلوا على النبي. ايه؟ ما فيش مره تتقابلوا فيها الا وتمسكوا في بعض كده. الله، هو انا فتحت بقى يا كابر؟ كل ده واقف في بقك؟ امال لو فتح بقك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتزلطني؟ نسيبنا من موضوع البصرة وقشرتها مينوبك حرارتها ونتكلم في المفيد. عايز ايه يا دياب؟ مش عايز حاجة يا حامد. بتغدى عند اختي يا حامد. مع اختي وجوز اختي يا حامد. عادل. طب يا دياب شكلك كده عاوز تجيب من الاول وانا هسهلها عليك واجيب لك من الاخر. احنا كمان عايزين نشتري ارض باسيلي. هو انت ليه محسساني انك مندهشه من ساعه ما جيتي ومصدومه وحزينه ومكتئبه ايه؟ ما كنتيش بتقري جرايد؟ يعني ما كنتيش بتشوفي تلفزيون وتقري تقارير؟ مش معقوله كده. ده انت ما طلعتيش مرات الخواجه، ده انت طلعتي الخواجه ذات نفسه. عندك حق. المعرفه غير الادراك. إنك تعرف إن النار بتحرق غير لما تتحرق بيها بنفسك. أنا كمعالجة نفسية وبيورد عليا كل يوم ده كتير، ما كنتش متخيلة بالقسوة دي. كنت فاكرة إن تل شبورة زي اللي لسه في خيالي، طيبة وهادية ومسالمة. أنا خيال جون مش بيفارقني ولا لحظة. وكنت فاكرة إنه لو لسه عايش كنا زماننا عايشين في الصومعة اللي عملناها لنفسنا، وما شفتش ولا تعرضت لكل ده. بالراحة على نفسك وعلى اللي حواليك يا بنت عمي. اسمع مني نصيحة. رهني على الوقت. بالوقت كل حاجة هتمشي زي ما أنت عايزة وأحسن كمان. وديكي شايفة كلنا حواليك أهو. وأي مصيبة، والحقيقة يعني أنت مصايبك كتير قوي، بس في النهاية بتلاقيني في ظهرك. يا سلام يا سلام يا سلام. أيوة كده. بيتزا تل شبورة. اتفضلي يا سينيوريتا. سينيوريتا دي بالاسباني مش بالايطالي. طب والله العظيم.